السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة أقوى العروض، قناة صانع السعادة من كل مكان. أهلا بكم يا شباب، اليوم يوم جديد وجولة جديدة من جولات قناة أقوى العروض في السعودية، قناة صانع السعادة. أهلا بكل الناس اللي متابعنا من كل مكان. فيديو قوي جدا على منتجات حلوة جدا، كانت ناس طلبتها منا في التعليقات. نعمل جولة على المجمدات، المأكولات المجمدة. عملنا لكم فيديو قوي جدا على كل الأنواع اللي هي نازلة في المجمدات، الدجاج والنقانق والبرجر والستريبس والبروست وكل أنواع المجمدات هتلاقوها موجودة في هذا الفيديو. ولكن في البداية حب الناس بقى كلها تبدأ معانا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والذكر اليوم اللي احنا بنقوله دايما، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وانصر أهلنا في فلسطين، اللهم أمين يا رب العالمين. أكثروا من الدعاء والذكر والصلاة والسلام على سيدنا محمد. تعالوا بقى هتشوفوا مجموعة حلوة جدا من العروض في المجمدات والمأكولات المجمدة. المأكولات المجمدة فيديو قوي جدا زي ما طلبتوا منا في التعليقات. يلا بقى بينا نبدأ الفيديو مع بعضينا. صدور الدجاج، طبعا احنا شفنا العرض اللي هو لمدة 4 أيام على صدور دجاج طرية داري اللي هو 2 كيلو، نازل من 54 ل 27.5 داري ودو. نفس العرض، عرض لمدة 4 أيام من يوم الأربعاء إلى يوم السبت. ده عملنا له فيديو طبعا خاص بيه اللي هو ال4 أيام. العروض بقى اللي هي لمدة أسبوع في اللي هو ال1 كيلو، ال1 كيلو داري نازل من 29 ل 20 ريال، 29 نازل 20 ريال. وكمان في نوع تاني سيارة صدور دجاج طرية 1 كيلو، نازل من 23 ل 17 ريال، 23 نازل 17 ريال. عروض صدور الدجاج الطرية باندا 1 كيلو، نازل من 29 ل 19 ريال، اللي هو 1 كيلو باندا. كمان في نوع تاني اللي هو طيبة 800 جرام، نازل 17 بدلا من 30 ريال. كمان في اللي هو البريدكس 2.5 كيلو، نازل من 59، من 59 نازل ل 45 ريال، 2.5 كيلو، صدور دجاج مجمدة بلا عظم وبلا جلد. صدور الدجاج، في صدور دجاج سادية 450 جرام، نازل عرض حلو جدا من 17 ريال، نازل ل 9.95 ريال، 9.95 ريال اللي هو 450 جرام. في كمان مكعبات صدور دجاج فيليه مجمدة اللي هي سادية 750 جرام، 750 جرام نازلة من 25 ل 20 ريال، 24.95 ريال، 19.95 ريال. كمان في سادية اللي هي الاتنين كيلو، نازل من 48.5 ل 38 ريال، أو من 48.5 ل 37 ريال، 95 ريال اللي هي سادية 2 كيلو. كمان في من عروض صدور الدجاج، في صدور دجاج رضوى، صدور دجاج رضوى اللي هي 900 جرام، نازل على 900 جرام، عجوة عائلية شكلها جميل جدا. صدور دجاج رضوى نازل من 37 ل 28 ريال، 37 نازل 28 ريال، واللي هي 450 مش نازل عروض، 450 نازل عروض، نازل عروض على 900 جرام ب 28 ريال بدلا من 37 ريال. صدور دجاج، الدجاج المجمد في برضو سادية عاملة أفخاد دجاج غليظة أو رفيعة 900 جرام، نزل عليها عرض سواء دي أو دي، نزل عرض ب 13.95 ريال بدلا من 16.95 ريال، يعني توفير 3 ريال. المجمد، أول حاجة هنشوف عروض بريدكس. بريدكس ده منتج برازيلي نازل على اللي هو الحبة الواحدة حجم 900 جرام، نازل من 17.5 ل 15.95 ريال، ده 900 جرام، نزل كمان على 1100 جرام
نازل من 18.95 ل 16.95، اللي هي الحبة الواحدة. كمان في عرض على الكرتون، في عرض على الكرتون اللي هو ال 1100 نازل من 186.95 هللة ل 159.95 هللة. الكرتون في 10 في 1100، كمان نازل على ال 900 الكرتون نازل من 174.95 هللة ل 154.95 هللة، والكرتون في 10. ده طبعا عروض دجاج مجمد بريتكس. عروض الدجاج المجمد في سادية، سادية ده منتج برازيلي ايضا، نازل عرض على الحبة الواحدة اللي هي ال 1300 نازل من 21 او من 20.95 هللة ل 18.95 هللة، من 21 ل 19 ريال اللي هي الحبة الواحدة. كمان في عرض على الكرتون اللي هو ال 1300 في 10، الكرتون في 10 نازل من 209 من 209.180 209.180 او من 298.95 هللة ل 179.95 هللة. دجاج سادية اللي هو الألف، الألف نازل من 19.5 ل 17.95 هللة، 17.95 هللة اللي هي الألف الحبة الواحدة. كمان نازل على الكرتون، الكرتون نازل من 190 ل 167 اللي هو الألف، الكرتون في 10 من 190 نازل 167 167 بدل 190. من عروض المجمدات في روبيان بالبوكسومات سادة أو حراق، سادة أو حراق الوزن بتاعه 750 جرام، نزل عرض من 80 أو من 79.95 هللة إلى 53 ريال 95 هللة، الحجم بتاعه 750 جرام. أنا شايفين هو روبيان بالبوكسومات شركة سيارة، عايزين نشوف الشركة دي. هي شركة طبعا أكيد سعودية يعني، ولكن أو ميدن سعودية يعني، منتج سعودي، منتج سعودي من المنتجات السعودية. ده طبعا من العروض اللي هي نازلة، مفيش عروض على السمك الفيليه، ده العرض الوحيد فيه اللي هو الروبيان. كمان من عروض المجمدات في فيليه الدجاج، فيليه الدجاج باسم الكبير رينجز، رينجز ده فيليه دجاج 1 كيلو، نازل عرض حلو جدا من 62 ريال نازل 36 ريال، من 62 نازل 36 ريال. كمان في عرض على ناجت الدجاج حار او عادي او منتجات السنبولة دي، واحدة 750 برضو نازلة من 37.5 ل 24 ريال، من 37.5 ل 24 ريال. موجود على استريبس الدجاج الحار، استريبس الدجاج الحار اللي هو دو، شركة صناعة سعودية يا جماعة، صناعة سعودية، هي صناعة سعودية. الوزن 750 جرام، استريبس الدجاج العادي او الحار دو نازل من 36 ل 23 ريال، من 36 نازل 23 ريال. كمان في برضو دجاج مسحب عادي او حار سادية 750 جرام نازل من 33 ل 20 ريال، من 33 نازل 20 ريال. كمان العرض القوي جدا اللي احنا شفناه في اول جزء في البروشور اللي هو ستريبس دجاج بروست سادية 750 جرام نازل عرض اكثر من نصف السعر، من 40 ريال نازل 19 ريال، من 40 ريال نازل 19 ريال. كمان عروض على منتجات سيارة، منتجات سيارة ناجت الدجاج او بوب كورن الدجاج اللي هو وزنه 350 جرام نازل عرض من 17.5 ل 10 ريال، 17.5 ل 10 ريال، وناس كتير واخده منه. ناجت الدجاج وبوب كورن 350 جرام، كمان في اللي هو وزنه 400 نازل من 24 ل 13 ريال، من 24 نازل 13 ريال، ناس كتير واخده منه. هو فيليه الدجاج الحار او دجاج فيليه سياره اللي هو منتجات سياره 350 نازل 10 ريال و400 نازل 13 ريال.
البرجر في برجر دجاج بالبوكس مات اللي هو سيارة، ده نازل يا جماعة من الوزن بتاعه 1 كيلو، نازل من 36 لـ22 ريال، من 36 لـ22 ريال. كمان في برجر الكبير، برجر الكبير اللي هو جامبو 1 كيلو، نازل عرض حلو جدا، نازل من 41.25 لـ24 ريال. من عروض البرجر، عروض البرجر في السنبلة، السنبلة اللي هو في نوعين، برجر الدجاج بالبوكس مات نازل 1 كيلو 26 بدلا من 35، 26 ريال بدلا من 35. وبرضه في اللي هو البقري، البقري نازل برضه نفس اللي هو البقري او الدجاج، اهو الاثنين، البقري 26 والدجاج 26، اللي هو 1 كيلو برجر السنبلة. برجر غنم، برجر غنم او برجر لحم جامبو 1 كيلو، اللي هو لحم ده جامبو، ده نازل 22 بدلا من 35، والغنم نازل 23 بدلا من 34.5. عروض البرجر شركة سيارة. البرجر في هيرفي، هيرفي صناعة سعودية، هيرفي الوزن بتاعه 840 جرام، مش كامل كيلو يعني، 840 جرام، نازل من 33 لـ24 ريال، 33 لـ24 ريال. كمان في من المنتجات اللي هي ممكن الناس تستخدمها يعني كمنتج عربي برضو، نبيل، نبيل ده ولكن مش نازل عليه عرض، هو مش نازل عليه عرض، سعره 33، بينزل عليه عروض في اوقات يعني. هنا بس ايه نقول المنتجات العربية. المجمدات في لحم غنم مفروم، لحم غنم مفروم باسم شركة داري، نازل 400 جرام، 400 جرام نازل من 8.25 ريال، يعني 6 ريال الحبة. كمان نفس العرض على الدجاج برضو، لحم دجاج مفروم داري 400 جرام بـ6 ريال بدلا من 9 ريال. كمان في من مفروم مجمد برضو رضوى، مفروم مجمد رضوى، في بقري، في لحم غنم مفروم دجاج رضوى 400 جرام الاثنين حبة بـ12 ريال، يعني واحدة برضو بـ6 ريال بدلا من 14. دجاج او هو دجاج اللي موجود، دجاج مفروم دجاج رضوى الاثنين بـ12 بدلا من 14. في الكبير الواحدة بـ9.5، طبعا ده غالي، خلينا في رضوى يعني منتج. في نقانق سادية نزل عرض حلو جدا، نقانق سادية 1+1، نقانق دجاج سادية 1+1 بـ6 ريال بدلا من 13 ريال، الواحدة 340 جرام. كمان في من عروض النقانق، في نقانق رضوى، نقانق رضوى الحجم بتاعها 400 جرام، الاثنين بـ11 بدلا من 16.5، الاثنين بـ10 ريال 95 هلل، نقانق مجمدة اللي هي رضوى. عروض النقانق في سادية، في رضوى، في باندا برضو اللي هي نقانق، نقانق دجاج باندا الواحدة 340 جرام نزل 4 حبات من 16 لـ10 ريال، ناس كتير قوي من اسم باندا، نقانق باسم باندا، نقانق دجاج 340 جرام 4 حبات 10 ريال بدلا من 16 ريال. بطاطس اللي هي مجمدة، في لامب ويستون، لامب ويستون ده يا جماعة في كذا نوع، في بطاطس متبلة، بطاطس لامب ويستون للقلي مكتوب عليها بطاطس متبلة، دي نازلة 750 جرام بـ10 بدلا من 18.5، 10 بدلا من 18.5. في برضو نوع تاني المقرمشة 1 كيلو 12 بدلا من 18.5، يعني في منها كذا نوع، يعني في نوع منها برضو نازل بـ9 ريال بدلا من 15.5، اللي هو 1 كيلو 9 ريال بدلا من 15.5. في نوع اللي هي المقرمشة دي 10 بدلا من 18 او بدلا من 19 ريال، يعني في منها كيلو وفي منها 750 جرام، اللي هي لامب ويستون دي انا مش بعرف افرق بينهم اوي يعني. فدي العروض اللي هي نازلة عليها. في داري، داري اللي هي 1 كيلو نازلة من 15 لـ10 ريال. بطاطس رفيعة 1 كيلو نازلة من 15 لـ10 ريال. كمان لامب ويستون، في بطاطس للقلي داري 2 كيلو
الاتنين كيلو في داري ب19 بدلا من 28، 19 ريال بدلا من 28، يعني في الكيلو ب10 وفي الاتنين كيلو ب19 اللي هي داري. في من عروض البطاطس المجمدة في سيارة، سيارة الاتنين كيلو ونص نازل، الاتنين كيلو ونص يا جماعة نازل، نازل من 29 او من 30 ل 22 ريال، 22 ريال اللي هي الاتنين كيلو ونص. الخضروات المجمدة هنشوف اول حاجة البامية، البامية في نازل على السنبلة، البامية السنبلة اللي هي اكسترا، وفي نوع اسم زيرو، في نوع مكتوب عليه اكسترا مع بعضنا كده، ده زيرو، بامية زيرو، اعتقد ان البامية زيرو دي يعني حلوة، اللي هي الرفيعة خالص الصغيرة، بامية زيرو 400 جرام نازلة من 13 وربع ل 7 ونص، واللي مكتوب عليها اكسترا، اكسترا نشوف ده زيرو برضه، اللي مكتوب عليها اكسترا برضه هي نفس السعر، سواء اكسترا او زيرو، وطبعا ده كله زيرو. 7 ونص بدلا من 13 وربع، الكيس 400 جرام. في كمان الباميه هنا مونتانا، مونتانا اللي هي فاين، مكتوب عليها فاين، شايفين مكتوب عليها فاين اهي، 400 جرام برضو، مكتوب عليها حجم ثالث فاين، دي نازل 1+1 6 ونص بدلا من 13 ريال. دي عروض اللي هي الباميه، يعني في السنبلة وفي مونتانا. على البروكلي، البروكلي شركة السنبلة نزل عليه عرض 7 ونص 400 جرام برضه، بروكلي مجمد السنبلة 400 جرام نازل 7 ونص بدلا من 12 وربع. في كمان بصل مقطع احمر اهو ولكن معاه شعر 450 جرام 7 ونص، ده من غير عرض، ده وسعره كده. يعني السنبلة عامل كل حاجة في الخضروات المجمدة، في بصل، في بروكلي، في بامية، في كل حاجة. الخضروات المشكلة، في خضروات مشكلة مونتانا، خضروات مشكلة مونتانا الكيس 400 جرام، كمان في بازلاء وجزر، يعني في خضروات مشكلة وفي بازلاء وجزر باسم مونتانا، 1+1 ب6 ونص بدلا من 13 ريال. في باندا، باندا اللي هو الحجم الكبير اللي هو 800 جرام نازل من 16 ل 9 ريال، الحجم الصغير اللي هو 400 جرام ده مش نازل، نازل عرض. في كمان في فاصوليا خضراء مقطعه اللي هي ساديه 450 جرام نازل 2 حبه ب10 ريال بدلا من 20 ونص، بدلا من 20 ونص نازل 10 ريال او 9 ريال 95 هرم، اللي هي الفاصوليا الخضراء المقطعه ساديه 450 جرام. كمان في خضروات مشكلة السنبلة اللي هي 800 جرام نازلة من 19 ل 11 ريال، الحجم الكبير خضروات مشكلة السنبلة 11 بدلا من 19 اللي هي 800 جرام. خضار مشكل مع ذرة سادية الاتنين حبة اللي هي 450 جرام، اتنين حبة نازل من 21 ل 10 ريال، خضار مشكل مع ذرة الاتنين حبة، الواحد حبة 450 10 ريال بدلا من 21 ريال. بازلاء المجمدة، في بازلاء سادية 450 جرام الاتنين حبة برضو نازلين 10 بدلا من 21، بازلاء 900 جرام زي ما احنا شايفين كده. في كمان هنا بازلاء مجمدة برضو السنبلة اللي هي 800 جرام نازل عرض بدلا من 19 ل 11 ريال، 19 نازل 11 اللي هي السنبلة 800 جرام. كمان باندا اللي هي 800 جرام 9 بدلا من 16 ريال، بازلاء مجمدة. في الملوخية الخضراء اللي هي مونتانا، مونتانا الثلاث حبات نازلين من 14 وربع ل 10 ريال، الواحدة 400 جرام. ملوخية خضراء مونتانا 400 جرام الثلاثة من 14 وربع نازلة 9 ريال 95 جرام. كمان في سيارة ملوخية خضراء، سيارة ملوخية خضراء سيارة 1+1 7 ريال بدلا من 14 ريال، هي دي واحدة 400 جرام برضو، دي عروض الملوخية الخضراء. في كمان الملوخية الخضراء
ملوخية مجمدة سادي 400 جرام، الاتنين حبة نازلين ب8 بدلا من 12.5، يعني الواحدة ب4، والسبانخ كمان الاتنين حبة ب8 ريال بدلا من 12 ريال، الواحدة 400 جرام، الواحدة 400 جرام سواء السبانخ أو الملوخية المجمدة في سادية. دي عروض الملوخية المجمدة. عروض الذرة، في ذرة مجمدة داري الثلاث حبات الواحدة 400 جرام نازلة ب10 ريال بدلا من 17، 85 هلل داري الواحدة 400 جرام ذرة مجمدة، أو ذرة مجمدة 400 جرام نازلة من 17، 85 ل9 ريال 95 هلل. ده المنتج الوحيد اللي نازل في الذرة المجمدة. المجمدة في داري لب الجوافة داري 1 كيلو، الاتنين حبة نازلين 15 بدلا من 30، اللي هي الجوافة نازل 2 كيلو، اللي لازم تاخد 2 مع بعض 15 بدلا من 30 ريال. كمان في المانجا نازل عرض حلو، هو نازل بكام الكيلو؟ ب7 ريال. مانجا الفونسو داري من 15 ريال نازل 7 ريال اللي هو الكيلو. في كمان الفراولة داري لب الفراولة مجمد داري 1 كيلو، الاتنين حبة 15 بدلا من 25.5، 15 و 14 ريال 95 هلة بدلا من 25.5. كمان في عروض على التوت، شركة السنبلة توت مجمد 300 جرام نازل من 33 ل 26 ريال، 33 نازل 26 ريال، وتوت اسود كمان الاسود 24 بدلا من 31 ريال، باسم السنبلة 300 جرام. دايما التوت بيكون غالي والحجم بتاعه بيكون اقل. كمان في هنا منتجات داري، في كرز مجمد داري 350 جرام 10 ريال بدلا من 21، كرز حامض وكرز حلو زي ما احنا شايفين اهو، كرز حامض وكرز حلو الاتنين نازلين ب10 ريال بدلا من 21، والحجم بتاعه 350 جرام. في كمان برضو التوت الاسود المجمد نازل من 21 ل10 ريال، الواحد 350 جرام، شركة داري برضو، شركة داري. دي كل عروض الفاكهة المجمدة المثلجة، مانجا وجوافة وفراولة وكرز وتوت، شركة داري وشركة السنبلة. برضو المجمدات، في الفطير المشلتت، فطير المشلتت باسم السنبلة 1+1 مجانا بدلا من، يعني الاتنين ب7 ريال بدلا من 16 ريال، عرض اكثر من نصف السعر. هو فطير مشلتت اللي هو السنبلة، الكيس الواحد فيه كام؟ فيه 5، في 5 قطع، الكيس الواحد فيه 5 قطع. سادة طبعا منتج سعودي، علامة منتج سعودي هي، بدون مواد حافظة، بدون نكهات صناعية، 400 جرام طبعا الشركة السنبلة، 1+1 7 ريال بدلا من 16 ريال، فطير مشتت السنبلة عرض حلو جدا. كمان في فطير مشتت سادة برضو سويتز، شركة سويتز برضو هنا، برضو الكيس فيه 5 حبات، الواحدة 400 جرام نازل 2 حبة بدلا من 18 ريال ل10 ريال، السنبلة يكون أرخص طبعا. طبعا دي عروض الفطير المجمد. البيتزا، عروض البيتزا المجمدة، شركة داري صنع في السعودية، منورة الدنيا هي، منتج سعودي صنع في السعودية، بيتزا مجمدة داري متنوع كل الأنواع 400 جرام نازل عليها عرض من 21 ريال ل 15 ريال، 21 ريال ل 15 ريال. في كمان نوع تاني، النوع اللي قدامنا ده نازل من 27.5 ل 16 ريال، ريستو، دي بيتزا برضو الواحدة 365 جرام، 365 جرام داري، الحجم بتاعها 400 جرام وأرخص منها. دي عروض على البيتزا، بيتزا السنبلة ما عليهاش عروض الأسبوع ده. وعروض المنتجات.
منتجات السعودية عرض آيس كريم السعودية بكل الأنواع، في شوكولاتة، في فانيليا، في في الفراولة، وفي طبعا المفروض ان يكون في المانجا، يعني كل الانواع هتلاقوا ناس كتير واخده منه، شايفين الكميه قليله، هي ناس كتير واخده منها. نازل من 22 ل 10 ريال، هو الحجم بتاعه لتر، لان في نفس النوع كده 2 لتر، الحجم بتاعه لتر. هتلاقوه برده موجود في البروشور، من اقوى عروض البروشور واقوى عروض باندا، وعرض سعودي 100%، عرض اكثر من نصف السعر من العروض القويه جدا هذا الاسبوع.